دعبل الخزاعي رضوان الله عليه، هذا الشاعر المجاهد الذي حمل خشبته على ظهره 40 عاما أو أكثر، دخل على الإمام الرضا صلوات الله عليه وأنشده قصيدته التائية، هذه القصيدة الخالدة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، إلى أن وصل إلى هذا البيت: وقبر ببغداد لنفس زكية، يعني الإمام الكاظم، تضمنها الرحمن في الغرفات. الإمام الرضا قال له: ألا أزيدك بيتين؟ الإمام نعى نفسه صلوات الله عليه، قال: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. فقال: دعب القبر، من هذا؟ فقال: إنه قبري، ولا تمضي الأيام والليالي حتى يكون هذا القبر مختلف شيعتي وزواري، فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي في الجنة مغفورا له.